مرحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعي مباشر. معايا على الهاتف الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم عبد المجيد، رئيس لجنه مبيدات الافات بوزاره الزراعه. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور محمد. الملف كبير وانشطه اللي حضراتكم بتقوموا بيها كثيره، لكن انا هركز على نقطه مهمه قوي ابتدت في صمت. احنا خلاص قربنا على عام، عندنا برنامج قومي لرصد متبقيات المبيدات، ده انطلق تقريبا بقاله عام وحضراتكم فاضل شهرين او ثلاثه وتقدموا تقريركم. يا ريت تدينا صوره عن اللي حصل ويعني ايه البرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات. هو الحقيقه باختصار شديد قضيه متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه قضيه حاكمه سواء على المستوى المحلي او المستوى التصدير. احنا جرت العاده في السنوات الاخيره انه الاهتمام يبقى اكتر على المستوى التصديري، انما هذه القضيه بالنسبه لنا احنا يعنينا بالدرجة الأولى التأثير على صحة الإنسان المصري. تأثير على صحة الإنسان المصري هو هدف أصيل في حد ذاته، ولا يقل أهمية عن دراسة متبقيات المبيدات في الصادرات المصرية للخارج. وبناء عليه احنا قعدنا لمدة حوالي 3-4 شهور نضع خطة تنفيذية كيف نبدأ وما هي الآليات التي يمكن استخدامها وما هي الوسائل التي يمكن استخدامها وكيف يمكن تحليل النتائج المتحصل عليها إلى آخره، دراسة كاملة مستوفية لكافة شروط الدراسة العلمية السليمة تم إقرارها، ومن ثم بدأ العمل من خلال هذه الدراسة اعتبارا من 1/10/2017. احنا ابتدينا تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالاسواق المصريه في حوالي 14 محافظه ومع حوالي ما يزيد عن 15 محصول من الخضر والفاكهه، بحجم اجمالي لعينات الدراسه يتجاوز 4000 عينه خلال العام. تمام. احنا بنجري هذه الدراسه وبنحصل على نتائج، إنما لا نستطيع أن نعلن عن هذه النتائج إلا بعد اكتمال الدراسة، لأنه لا يجوز أن احنا نعلن نتائج وهي نتائج لا تلقي الضوء بشكل كامل عن حقيقة الموقف. صح. وبناء عليه هذه التقارير الدورية التي يتم إعدادها كل 3 شهور هتجمع في تقرير سنوي يتم فيه تحليل النتائج المتحصل عليها بأسلوب علمي ثم إعلانها للرأي العام. وعلى ضوء هذه النتائج هناخد قرارات او على ضوء ما يتم التحصل عليه من نتائج هناخد مجموعه من المواقف. تمام. اهمها نمره 1، يجوز جدا انه احد هذه المواقف يكون الغاء مبيد ما اذا ثبت تكرار وجود هذا المبيد بمستوى من المتبقيات اعلى من الحدود المسموح بها عالميا. تمام. فنوقفه وفورا، لأن احنا يهمنا زي ما قلت لحضرتك وللسادة المستمعين يهمنا بالدرجة الأولى الحفاظ على صحة الإنسان المصري. نمرة 2، احنا هناخد مواقف من بعض المبيدات سواء بتقييد استخدامها من حيث الوقت أو من حيث الزمن أو من حيث طبيعة المحصول بناء على ما يتم الحصول عليه من نتائج. ولهذا فأنا بقول إن الدراسة دي دراسة حاكمة ودراسة محورية ودراسة هامة، نتائجها هترتب لنا الخطوة الثانية إن شاء الله في هذا الإطار. إن شاء الله. امبارح كان في بروتوكول تعاون تم ما بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمجلس التصديري ووزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني زي منظمة هي. الهدف من توقيع هذا البروتوكول والاستفادة من كل الأطراف المشاركة في هذا البروتوكول. هو الحقيقة أنا بس أحب أقول جملتين ثلاثة كده في الأول، إن إحنا لجنة مبيدات الآفات الزراعية لابد أن يكون لها علاقة متبادلة ووطيدة مع كافة الجهات سواء كانت محلية أو عالمية لها علاقة بطبيعة عمل اللجنة. الأمر الثاني والمهم إن احنا بندي لجمعيات المجتمع المدني ضمنها المجلس التصديري وغيره
من المجالس والهيئات ذات الطبيعة المرتبطة بالعمل في قطاع الزراعة بنعطيها أولوية أولى في العمل والتعاون. من خلال هذه الأولوية ومن خلال هذه الأهمية احنا عدينا مذكرة التفاهم بيننا وبين المجلس التصديري، وهذه المذكرة بتعمل بالدرجة الأولى على رفع الوعي العام لدى المزارع المصري الصغير. نحن معنيون عناية تامة جدا الفلاح بتقديم يد العون والمساعدة إلى المزارع المصري خاصة. طيب في حاجة يا دكتور، ما علشان نقدم يد العون، أنا عارف إن أنتم بتتواصلوا مع المجتمع المدني زي المنظمة جمعية هي، وبتشاركوا في الحملات القومية. النهاردة الإعلام عليه دور كبير جدا، وحضرتك عارف قناة مصر الزراعية موجودة في كل بيت للمزارعين وعلى الوطن، على يعني مستوى الوطن العربي والأفريقي كمان. ليه ما بيبقاش فيه من خلال حضراتكم معلومات إرشادية وإحنا على أتم الاستعداد إن إحنا نعرضها؟ يعني حضرتك ترشح أهم التوصيات اللي أنت عاوز توصلها للمزارع من خلال الخبراء اللي بيشتغلوا مع حضرتك، وإحنا يعني ده بيت الفلاح، منبر الفلاح المصري. أولا أنا يعني أشكرك على 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 هذه النقطة المهمة، بس أنا أحب أأكد لك إنه 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 لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي بيت الخبرة في قطاع المبيدات في مصر، وهي على كافة أو على أتم الاستعداد في تقديم أي معلومات سواء من خلال قناة مصر الزراعية أو غيره من أجهزة الإعلام المصرية بغرض توضيح الرؤى. طبعا ده شيء ما حدش يقدر ينكره، انتوا ليكم دور قوي جدا، وانتم الاساس المرجعيه اللي المفروض ان احنا المجتمع الزراعي بيرجع لها عشان يستفسر باي شيء متعلق بالمبيدات. وبالتالي انا اتمنى ان احنا يعني هتواصل مع حضرتك في الفتره القادمه، يبقى عندنا على مدار اليوم تنويهات مسجله بحيث ايه هي المبيدات الموصى بها لبعض المحاصيل التركيبة، ايه هي معاملات الرش السليمة، ايه هي المعاملات الخاطئة، يعني ايه فترة الامان الحيوي، دي تبقى على مدار اليوم من خلال حضراتكم. انا عايز حضراتكم اللي تتكلموا. احنا مستعدين كل هذه الافكار اللي حضرتك طرحتها تبقى محل اهتمام من طرفنا، ومحل احنا لدينا من المعلومات ما يمكننا من اننا نلعب دور كبير جدا في هذا الاتجاه. طبعا. وانا يعني في هذه المناسبة أقرر أننا مستعدون لتقديم أي مساعدات تطلب مننا في هذا الاتجاه. إن شاء الله أنا هنسق مع حضرتك، لأن حضرتك مدرك أهمية الإعلام في إيصال المعلومة، خصوصا إذا كنا بنتكلم على الإرشاد ودوره. المرشد النهاردة بقى أكثر تطورا، بقت زرار بيدوس عليه الفلاح يتفرج على المعلومة اللي هو عايزها وهو قاعد في بيته. فإن شاء الله نسعى مع بعض ان احنا نوصل للهدف ده، لان انا عارف ان حضرتك بتحب البلد وبتحب تحافظ على سمعتك. ربنا يخليك. بشكرك يا دكتور محمد بالتوفيق. احنا اللي متشكرين وكتر خيركم. العافية يا دكتور. الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة. مهم جدا ان المعلومة توصل للفلاح. احنا دايما بنقعد نتناقش مع علماء مصر، انا عايز اننا يبقى عندي معلومات دايما مكثفة من خلال حضراتكم.